السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. اليوم سوف نتحدث وسوف نتعرف على تقييم الدوري المغربي يوسف النصيري في المباراة الجمعت بين فريقه الأندلس فريق إشبيلية وفريق بوروسيا دورتموند في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لدور المجموعات. قبل البداية في التفاصيل والدخول في صلب الموضوع أكثر للتعرف على تقييم يوسف النصيري اليوم والتحدث عن يوسف النصيري وكذلك عن ياسين بونو، أتمنى منك على الاشتراك لايك للفيديو سلك كل جديد، ونبدأ على بركة الله في التفاصيل أكثر. طبعا يوسف النصيري وياسين بونو اساسيين في تشكيله لوبيتيغي، ف اشبيليا سيء كان اليوم. ياسين بونو تلقى 4 اهداف في المباراه، وطبعا يعاني ياسين بونو هذا الموسم مع دفاعه الكارثي. الشيء الايجابي والوحيد في هذه المباراه وهو ان الدولي المغربي يوسف النصيري سجل الهدف الوحيد لدى الاندلس اشبيليا وقدم رد جيد وعاد الى التسجيل مجددا بعد غياب طويل وسيم عن زياره الشباك، ونال تقييم 6.9 كتقييم على أدائه وعلى مردوده وكأعلى تقييم في فريق إشبيلية. فيما ياسين بونو كما قلت تلقى 4 أهداف في المباراة ونال تقييم 6.1 كتقييم على أدائه وعلى مردوده. الشيء الإيجابي كما قلت وهو تسجيل يوسف النصيري لهدف فقط، فشيء آخر غير إيجابي فهو كل السلبيات في إشبيلية اليوم وخسارة كارثية وبأداء كارثي في دوري أبطال أوروبا. وهذا هو كل شيء مدينة، أتمنى منك لا تنسى الاشتراك لايك للفيديو سلك كل جديد، وشكرا للمتابعة وإلى اللقاء.